وسهلا على مدونتي حفرية. Welcome to my exclusive blog. وأنا هشوف الأثرات الحسية منها. واحنا دلوقتي هنتكلم مع سيف من مصر. عندنا العطر الاصل المميز امبرت العود من شركه هرمتيكا. اول عطر يتعمل بدون اي الكحول، ممكن على الشعر على الجسم بدون اي اذى خالص. ده في عود كمبودي وعنبر، ريحته جميله جدا، مصري و 155 باوند ديكوري. حلو قوي. حلو جدا. كتير حلو. بس في عندك اكتر مبيع تاني ولا؟ بس غالبا في واحد تاني بتاعه اسمه جرين لاين. اوكي. الجن الطبيعي اللي حاطين فيه برجموت، يعني حلو كده كل يوم صباحا شويه، يا خفيف. ايه حلو. وغير كده في واحده بناتي شويه جايه على ورد. ورد سبايسز. شو اسمه؟ روز فاير. روز فاير. كلهم بنفس السعر، كلهم 100 ملي وبيجوا برضه حجم 50 ملي. 100 ملي بس؟ في 100 ملي و50 ملي. ما 50 ملي. 150. الكتكوت ده حبيبنا النوم. واسم الشركة؟ اسم الماركة؟ هرمتيكا. هرمتيكا من باريس؟ فرنسوية بس بتتباع هنا وفي باريس. اوكي هنا بس باريس. اوكي شكرا. وتاني هنتكلم مع عماد من لبنان. This brand it's amazing brand, it's very exclusive, no one has it at all. ما حدا عنده ليه على الإطلاق بتاتا، لا بالعالم العربي ولا بالعالم الأوروبي ولا بالمطارات ولا حتى هرب نيكو السعودية الإمارات الكويت قطر، ما حدا. عطر حصري رائع مركز بجانب حلو كتير، لون لاستنج بيطول كتير، سعر مذهل، والانجريدينت المحتويات تبعها بتجنن. مثلا لنقول هيدي البي والسي، إذا بتخلطيهم مع بعض لحتى اللي توقفوا قلوب العالم قد ما جميلة، جميلة جدا. ها فيها آيريس، باتشولي، ورد أحمر، ورد أبيض، مسك وبرجمنت، والسي فيها عنبر، صندل وود، كاشمير وود، مسك وكاردينيا. عطر رائع، عطر بجنن، حلو كتير، وسعر مذهل. تلاقي عطر حصري فرنسي رائع مركز حلو حقيقي بعقلي، بطوش ولا أحلى ولا أجمل ولا ألطف من هيك ريحة. الكل بده يقول لي لكم واو على 65 باوند 50 ملي و85 باوند 100 ملي. شيء حلو، شيء رائع، شيء مميز، وبحياتكم كلها ما راح تندموا عليها. شو بدكم تاخذوا من عماد؟ عماد وبس، والباقي كله خاص. مع السلامة، مساء الخير. So until next time, goodbye and good night.